الذي يدلك أنه يوازن بين التعامل وبين طبيعة الرجل. لكن لما معاذ طول الصلاة بالناس، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يمضي إلى أصحابه فيصلي بهم، وتعتبر في حق معاذ نافلة، لأنه صلى الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يصلي بأصحابه النافلة. وكان معاذ من علماء الصحابة ومن حفظة القرآن، فكبر معاذ يصلي بهم. وكان معاذ إذا صلى أطال الصلاة، فأقبل رجل معه ناضحان، يعني معه بعيران يؤجرهما عند البئر حتى يستخرج الماء للناس، واللي معه بعير عند البئر معناه أنه من الصباح ماسك خطام البعير ويربط الدلو في البعير، بعدين يرمي الدلو في الماء، ثم يحرك البعير حتى يستخرج الدلو، ثم يأتي صاحب القربة ويمسك قربته وهذا يعبئ له الماء في قربته، بعدين يحاسبه، يعطيه تمرة، يعطيه درهم، يعطيه أي شيء، ثم يعود. معناه الرجل من الصباح وهو شغال رايح جاي يستخرج الماء للناس، معه ناضحان، يعني بعيران يستخرج بهما الماء. الرجل جاء تعبان وبرك، يعني وضع البعيرين عند الباب، ودخل الرجل وكبر مع معاذ، وإذا بمعاذ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بيقرأ سورة البقرة. تحمل الرجل قليلا، لكن معاذ أطال الصلاة ولا استطاع الرجل يكمل. الرجل متعب ويغلبه النوم وجائع ومرهق، فلما أطال معاذ الصلاة أكمل الرجل صلاته وحده، يعني نوى مفارقة الإمام، وهذا جائز. يعني لو واحد فرضا عرض له شيء في صلاته يضطره إلى الخروج من الصلاة، ما نقول اقطع صلاتك واذهب حتى لو وراء الإمام، لا، إنما ينوي في قلبه مفارقة الإمام، إني خلاص الآن منفرد، ويتم صلاته ويذهب وصلاته صحيحة. فالرجل أكمل الصلاة اللي عليه وخرج وراح للناضحين وخذها للبيت وراحوا تعشونا. انتهت الصلاة، فلما انتهت التفت معاذ للناس، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فقال له بعضهم: يا معاذ، قد صلى معنا فلان وخرج من الصلاة. قال: كيف يعني كبر معنا وصلى وخرج؟ قالوا: نعم. فمعاذ يفهم أن الله تعالى قال عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فقال معاذ: هذا منافق، هذا منافق. فنقلت الكلمة إليه. ولذلك احذر أيضا عندما تتكلم عن شخص في أي مكان، ضع في نفسك احتمالا كبيرا أن الكلام سوف يصل إليه، عندها كيف سيكون تصرفك، كيف نظرته إليك. لا تظن أن الناس لا ينقلون شيئا، الناس يتناقلون الأشياء اليوم بل بشكل أسرع وأسهل مع هذه الوسائل اليوم في التواصل. إذا كان هؤلاء وهم صحابة كرام تحدثوا في مجالسهم أن معاذا قال عليك كذا وكذا، وهم كانوا في حي صغير، فقال الرجل: كيف أنا منافق؟ قالوا: نعم. فمضى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما نقلت إليه، قال: يا رسول الله، والله إنا لنتأخر عن صلاة العشاء مما يطول بنا معاذ بن جبل. يا رسول الله، نحن نتعمد ندخل في الركعة الثالثة والرابعة، نفوت أول ركعتين، نتعمد من طول الصلاة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. شوف الآن تعامل صلى الله عليه وسلم مع معاذ طالب العلم، الرجل اللي يعني يحضر مجالسه ويحفظ حديثه، شوف التعامل معه لما يقع منه خطأ، وقارنه بالتعامل مع الأعراب الذي بال في المسجد. الرجل اللي بال في المسجد الخطأ في ظاهره أكبر من خطأ واحد صلى بالناس وطول. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أنت ماذا تقرأ؟ وأيضا انظر إلى تأكد صلى الله عليه وسلم من المعلومة، ما جاء معاذ على طول وقال عليه الصلاة والسلام: أنت فتان يا معاذ، كيف تطول الصلاة بالناس؟ لا، أتأكد أنت ماذا تقرأ؟ يمكن الرجل فهم خطأ، يمكن الرجل غير دقيق في النقل، يمكن الرجل صلى مرة من المرات مع معاذ وطول الصلاة لسبب ما، لكن صلاته العادية خفيفة، يمكن. أتأكد من الرجل. وهذا ترى منهج كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله دائما، وهو الذي أنزل الله تعالى فيه قوله:
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لذلك الإنسان إذا نقل إليه شيء لا تسرع إلى اتخاذ أي قرار، اركض وتأنى. والتأني من أخلاق الأنبياء، تأنى واتئد وانظر كيف تتصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل معاذ، قال يا معاذ أنت ماذا تقرأ؟ قال أقرأ البقرة، آل عمران، النساء. قال تقرأ البقرة؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أنت تريد تفتن الناس؟ يعني تريد تبغض الناس في صلاتهم؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بسبح؟ هل قرأت بالغاشية؟ هل قرأت بالشمس وضحاها؟ يعني كأنه يقول يا معاذ أنت تصلي معي، عمرك رأيت سمعتني أقرأ بالبقرة والناس ورائي؟ عمرك سمعتني أقرأ بآل عمران وأنت ورائي؟ يعني أنت يا معاذ تصلي ورائي وتراني أقرأ السور القصار، ليش ما تفعل مثلي؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بكذا وكذا؟ ثم التفت صلى الله عليه وسلم مترطفا إلى الرجل. الآن هالرجل لازم نمتص غضبه ونرضيه بكلمتين. قال أنت ماذا تقرأ في صلاتك؟ قال أنا في صلاتي إذا جلست في صلاتي سألت الله الجنة واستعذت به من النار، أما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها. يعني أنت يا رسول الله عندك أدعية كثيرة تقولها، ومعاذ عندها أدعية وأذكار كثيرة أنا ما أعرفها. أنا أقول يا ربي أعطني الجنة وأعذني من النار، هذا المهم عندي. أما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها. فقال عليه الصلاة والسلام أنا ومعاذ حولها ندندن. أصلا لو تسمع دعائي الطويل ودعاء معاذ الطويل اللي هو في الغالب أكثر ترتيبا من دعائك وكذا، اعرف أن منتهاه يا ربي أعطنا الجنة وأعذنا من النار. ثم التفت الرجل إلى معاذ، وانظر إلى مسؤولية الكلمة، لا تقل كلمة تحتاج أنك تعتذر منها بعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياك ومما يعتذر منه. التفت الرجل إلى معاذ قال يا معاذ ستعلم إذا حضر العدو غدا أي شيء يكون حالي وحالك. ذكر أن هذه الحادثة كانت قبيل معركة أحد، وكانوا في معركة أحد النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتجهز منذ أن بدأت قريش تخرج من مكة، فعدا إذا خرجت من مكة على ما تصل إلى المدينة يحتاجون ما لا يقل عن يومين إلى 3 أيام، هذا إذا كان الراكب سريعا، وإلا البعير يمشي في النهار الكامل يعني بمقاييسنا اليوم ما لا يزيد عن 100 كيلو في النهار الكامل، وفي الغالب أنه لا يستطيع يواصلها 24 ساعة متواصلة يتعب. فهم حتى يصلوا إلى المدينة يحتاجون ما لا يقل عن 3 أيام 4 أيام أو نحوه. فالرجل يدري أن فيه حرب ستقع وغزو سيقع من الكفار علينا، فيقول يا معاذ أنت تتهمني أني منافق؟ طيب نشوف إيش يحصل. ستعلم يا معاذ إذا حضر العدو غدا أي شيء يكون شأني وشأنك. ثم حضر العدو، فيقال إن هذا الرجل هو الذي رمي بسهم في صدره في معركة أحد وجعل يمسح الدم على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت، كأنه يقول أثبتت الآن أني لست منافقا، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ثم التقى النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ قال يا معاذ ما فعل صاحبي وصاحبك؟ الرجل إيش أخباره؟ ما الذي حصل معه؟ فقال يا رسول الله كان من شأنه كذا وكذا. فهذا تعامل صلى الله عليه وآله وسلم مع معاذ، لأن معاذا عنده من العلم ما يجعل الخطأ منه أكبر من الخطأ من غيره. هذا فصل من تعامل صلى الله عليه وسلم ونوع من تعاملاته مع الآخرين. من تعاملاته عليه الصلاة والسلام أنه